بكره بعد مش يومين هو؟ لا 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 ما اعرفش. بص سيبوا الكلام اللي بيتقال، سيبوا الكلام اللي بيتقال، الناس كلها هتمشي، الناس كلها قضت من الايام اللي فاتت، والناس اللي بتموت اذا كان معارضين ولا مؤيدين، ما كل ده حرام طبعا. فلازم الناس تنزل تقول فاهم انت رايها. هو انا جاي، انا كنت في كورس وجاي شفت اجراءات التامين، يعني يا اكتر من الاستفتاء اللي فات بكتير. ده حاليا من المنشيه لحد السوتر موقفين الدنيا. ما هو موقف حالنا. مثلا ممكن يحصل ظهران. ده شيء اكيد. لا حاليا مفيش حد بيخاف. ما بخوفوش دول. امبارح قريت في الجورنال ان في امان والجو هيبقى كويس وكده، والشرطه واقفه وكلهم واقفين. لا يمكن الاخوان يكونوا اقوى من الشرطه واقوى من الجيش، مستحيل. ده الجيش ياكل جيش الشعب المصري، بس ياكل الافات منهم في ثواني. بيقدروا يعملوا حاجه بكره هم؟ مستحيل. يا رب بكره مدرسه ولا لجنه تعمل بوم. اقسم بعزه جلاله الله يتسحلوا من شققهم. احنا عارفينهم في بيوتهم، والله يحلق دقنه يربي دقنه. احنا عارفينهم في بيوتهم، نسحلهم قدام حرمهم. انت حضرتك بدقنه؟ ايوه. يقول لك انت اخوان؟ لا لا، ده كتير بدقون كتير مالهمش علاقه بالكلام ده خالص. ايوه. ايه عجبك فيه بقى؟ عجبني فيه ان هو هيعمل تصليحات كتير بالنسبه للبطاله وبالنسبه للفلاح وبالنسبه للمعاشات الحد الادنى والحد الاقصى، والبلد هتبقى، والاهم حاجه الشغل. في ناس عندها يومين عايلين ثلاثه قاعدين في البيت هيشتغلوا، اللي يكون مكسر هيمشي هيروح. اكتر ما عجبتك امان البلد، عايزين امننا على البلد بحيث ان ما يكونش فيها حاجه، نمشي بامان بقى. قريتي الدستور القديم؟ لا. ناخد واحد ان شاء الله، بس اهم حاجه يمشوا بيه بس. قديم قلت ايه في القديم؟ هو هي نفس المواد، بس 10 مرسي كان في ابواب هو ما كانش قادر ياخدها. الناس دي لما قعدت، هو نفس الدستور، بس دخلوا بقى الابواب دي، فتحوها ودخلوا امنوا الناس قدام، شباب شغل للمناطق العشوائيه، للمدارس، للتعليم. لو شفت زمان مهون قضايا الانسان، لو شفت زمان.